نفتخر لأن نشوف بأن الجمهور يأتي بقوة يحضر ويشجع ويسمع ويستمتع بهذا اللون الراقي في يمكن له أن ينتعش ويعيش ويجلب اهتمام. كيف تشرح المجتمع؟ نقول لكم 7 سنين حتى 77 سنة. سنصف الليلة برنامجا من الموسيقى الفرنسية بما في ذلك مقطوعة لكامين سانسونز الذي قام بأكثر من 20 زيارة إلى الجزائر وهو عاشق للمدينة، لذا أردنا أن نشيد بهذا المؤلف الموسيقي الفرنسي المحبوب. إنها المرة الأولى لنا في الجزائر ونحن سعداء بوجودنا هنا. كان لدينا عرض بالأمس في المسرح الوطني واليوم هو العرض الثاني لنا. نحن متحمسون جدا. لدينا برنامج جميل مع سيمفونية بيتهوفن وبرنامج لاتينو أمريكي. إنها فرصة جميلة للجمهور الجزائري لاكتشاف ثقافات وموسيقى أخرى، ونفس الشيء للمشاركين من البلدان الأخرى بحيث تعد فرصة لاكتشاف الجزائر. أود أن أقول إنه تعاون ثقافي جميل.